الصوم انت اكيد بتكوني عشتي علاقات مختلفه، حبيتي انحبيتي، وصلتي لمطرح مع رجل حبيتي وحبك قال لك انا ما بقدر اتحمل وجودك كفن، يعني بدك توقفي، يعني هون لانه نحن حلقتنا هي قتل المراه على كل المستويات، وانت تعرضتي للقتل المعنوي والتعنيف الجسدي وايضا الغيره. يعني انت اليوم فنانه، هل سهل عليك تتزوجي؟ لا، صعب كثير اني اتزوج، لانه شريك الحياه بده يتقبل ليال الانسانه وليالي الفنانه مع بعضهم. اي متى قلتي لزوجك انا خلص؟ بس شفت الخيانه بعيوني، يعني ما حدا قال لي، انا شفتها بعيوني. هو يتعمد يتعمد الخيانه. لا، هو تفسيره للخيانه كان، سوري بالقطع عن حديثك، انه انا ما كنت فاضيه له. يا عمي في مطربة، في مطربة كبيرة، في مطربة عالمية كبيرة، جوزها خانها مع سكرتيرته. مين هي؟ ما في رجل خاصة يعني بالمجتمع الشرقي بيحب المرأة النجمة، بغار منها كثير، لأنه تتعرض لمعجبين، لأمراء ولملوك ولسياسيين، وبيجوا ناس معجبين كبار كبار بيتعقد، بيصير يخونة. ولكن في امرأة بتوقف مع الرجل بفقره وتعتيره وليصير نجم كبير وما بتخونه. نعم، في كتير فنانات شهيرات وكبيرات وعظيمات بنعرف نحن قصصهم. سيدي صباح، قلتي لي بدك السؤال. سيدي صباح. نعم. وسيم طبارة ما كان يستوعب نجاحها، خانة مع السكرتيرة. استاذ اشرف سريعا لو سمحت، عم تقولي برحلة الطلاق اللي استمرت لسنوات، قديش حجم العذاب كان عندك؟ لانه للاسف نحن عندنا بديننا كمان، اذا انا اشتغلت كفنانه كمان انا ما بحق لي بابني. سيده ماجدة الرومي مثلا، انه صار في خلل كبير بين علاقتها بينها وبين زوجها، بعد نجاحها وصارت نجمه كبيره. بسبب نجاحها. انا برايي ايه؟ نوال الزغبي ما تحمل نجاحها. ما تحمل، هذا رايي الشخصي، وحتى نوال الزغبي ما تحمل نجاحهم، لانه كان معهم لما كانوا صغار، كبروا سوا، الرجل ما بيتحمل. تفضلي زهراء. برايي انه معظم النساء بتحب الرجل الشرقي، الرجل المضبوط، بيعطي للمرأة قيمتها، بحسسها انه هو بينتبه عليها، بحسسها انه هي ضمن حماية، زون معين بيحتويها. اكزاكتلي. بس هو الأقلية الشرقي. هلا بس خليني بس قول، بس بدي كفي. اكزاكتلي. بس نحن كمان المشكلة نفسها بالرجل الشرقي، انه هو لا يتقبل نجاحها بحدود معينة. تقبلي لا يتقبل نجاحك؟ انا بجرب قد ما فيني، كمان برجع للذكاء الاجتماعي. ايه، بجرب قد ما فيني اكون ذكيه بهيدا الموقف معه، واحضن طريقه تفكيره، وكون عم كفي بنفس الوقت بشغلي. بس بعرف كثير منيح انه ما في رجل 100% رح يكون مساند للمراه قد بيها، او رح يكون داعم للمرأة قد بيها. نعم. لا بس ليال، بدي اختم معك هيدا الفقرة، شو الرسالة اللي بتحب توجهيها من خلال حلقتنا الليلة؟ كيف انتفضتي؟ كيف اليوم انت ليال عبود؟ لا اتجرأ احكي هيدي القصة او هيدا البارت من ليال عبود الخاص جدا عبر برنامجك، هيدي معناتها رسالة توعية لكل امرأة بدها ترتبط او مرتبطة وحاسة حالها مهمشة، وحاسه حالها مستضعفه، حاسه حالها ما ملاقيه حالها بالشخص اللي بيكمل عيشتها وحياتها، وساكته عن حقها، واوقات كثير بتتحمل كرمال ابنها، لانه ابنها ما بده يكون كبش المحرقه. انا بقول لا، لانه لازم تقول لا، لازم تنتفض، لازم تثور، لازم تكون هي امراه بكل معنى الكلمه، مثل ما هو عنده حق هي عندها حق، مثل ما هو بده يكون قوام عليها يكون قوام عليها بطريقة فيها احترام، تفاهم، حب، احتضان، احتواء، كل هيدي أساسية لاستمرار شخصين مع بعض. يعني ليال عبود اللي بشوف الفنان اليوم بشوف ليال ميك اب، شعر، جمال، كثير اوقات ما بيعرفوا انه وراه في انسانه عانت، ضعفت، بكيت، تحملت. احترم جدا ظهورك معنا الليله ليال عبود، ونقل تجربتك الشخصيه بكل شفافيه وبكل صدق، لحتى تكون ربما عبره لكثير من الناس، تكون المراه قويه وتعرف قيمه حالها. شكرا لك، كل التحيه لك ليال عبود.